القذافي تعيش العاصمة الليبية طرابلس مشهداً لم تعرفه من قبل، وأصبح مجمع باب العزيزية المقر السابق لديكتاتور ليبيا مقصداً سياحياً للليبيين. خلال وجودنا هنا قابلنا حنان وعواطف، جئنا برفقة والدتهما لزيارة مقر باب العزيزية الذي هدمته طائرات حلف شمال الأطلسي، مكان أصبح رمزاً للصمود بالنسبة لتلك النسوة. بالنسبة لنا هذا المكان هنا يمثل جميع الليبيين، كل القرارات كانت تتخذ من هنا خلال 42 عاما. هذا المكان هو لنا الآن، يمثلنا نحن، يمثل حرية ليبيا ومستقبل ليبيا. عندما ينتهون من تدمير المقر بالكامل لن يبقى أي أثر للقذافي. لا أستطيع وصف ما أشعر به، أنا لا أصدق ما جرى، حقيقة لا أصدق. في بعض الأحيان أسأل نفسي إذا ما كان هذا الواقع، وبعد أكتشفه أنه واقع أشعر بذلك، أنا حية من جديد. هذه المنطقة لم تعرف الحرية من قبل ولم تعرف أبدا التنوع الحزبي. كان لدينا قواعد واحدة، ديكتاتور واحد. علينا اليوم أن نتعلم معنى الحرية، علينا أن نتعلم كيف نقبل الآخر والتنوع السياسي. آمل ذلك. إعادة بناء ليبيا إحدى التحديات التي تواجه البلاد، والمصالحة بين الثوار وأنصار القذافي تبقى الخطوة الأصعب. ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه ليبيا نزع السلاح والسيطرة على الخلافات الداخلية والخصومات القبلية. خلال زيارة رسمية لأول مبعوث أوروبي للمجلس الانتقالي الليبي، قدم رئيس البرلمان الأوروبي الدعم الكامل لليبيا ولمؤسساتها الجديدة. أقدم دعمي لمختلف المشاريع وأحث على التبادل السياسي لبناء ديمقراطية المؤسسات. وإذا ما وعد المجلس الانتقالي الليبي بإدخال البلاد في طريق الديمقراطية ستكون على خطى الشريعة الإسلامية حسب ما أكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي. قلنا أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. في هذه المرحلة الانتقالية أي قرار أو لائحة أو قانون يخالف ما ورد في الدستور يجب أن لا يعمل به. من مهمات الحكومة الانتقالية الليبية إعادة إعمار البلاد والإعداد لانتخابات تشريعية خلال 8 أشهر. لكن خلال تلك الفترة على المجلس الاستجابة لمطالب الشعب وترتيب البيت الداخلي والعمل على إحلال الأمن. هذا ما يطالب به أيضا أبناء الجنوب الليبي. ونحن هنا نعتصم لتوصيل صوتنا لما يحدث في الجنوب، حيث أن هناك انتهاكات وهناك بعض العصابات الإجرامية من فلول القذافي، وقامت بالاعتداءات على المواطنين من حيث السرقة وانتهاكات في الأعراض وانتهاكات في الجانب الأمني. فالجنوب هناك أصبح ملاذ لهؤلاء الأشخاص الذين هم من مرتزقة القذافي، وتم تكتلهم في الجنوب هناك حيث قاموا بهذه الانتهاكات باسم ثوار 17 فبراير. بعض هؤلاء يأتي من نيجيريا ومن تشاد، هم ليسوا بليبيين، يقومون بأعمال تخريبية، يدمرون كل شيء. نطالب المجلس العسكري الليبي والجيش بحمايتنا. نحن نناشد الاتحاد الأوروبي بأن يكون له دور فعال في حماية الجنوب الليبي، في حماية الجنوب الليبي حيث يعتبر هو المنفذ الأساسي لجميع الأفارقة إلى أوروبا.
أبناء القارة السوداء هم أيضاً من ضحايا الثورة الليبية. نذهب إلى تونس على حدود ليبيا الشمالية ونصل إلى مخيم شوشة، مخيم يأوي قرابة 4000 لاجئ، جاء معظمهم من جنوب الصحراء الإفريقية. هربوا إلى هنا من الفقر ومن الصراعات التي تعصف ببلادهم. كان يوجد أكثر من 1,000,000 إفريقي عند بداية الثورة الليبية قبل أن يفروا البلاد، غير أن يعقوب آدم لم يستطع الفرار، ما زال منذ 7 أشهر محتجز في مخيم شوشة مع عائلته. إنه لاجئ من دارفور، لا يملك الإقامة الليبية، يعيش من خلال أعمال بسيطة في طرابلس. اليوم كغيره من الأفارقة مطارد من قبل الثوار، ومتهم كغيره من المرتزقة بدعم العقيد الليبي معمر القذافي. لا لا، ما كل الناس، فلكن في بعض الناس، احنا لا ننكر ونقول ما حصل، لكن ديل في بعض الناس اكراه من قذافي بالغصب عليهم، يا معاك يا ما عندنا ناس حتى ماتوا في مصراتة بالتهديد، يا تمشي معاهم يا يقتلوك، يعني انت بين قوسين احلاهم امر، يا تمشي مع الكتايب تموت، يا تجي في الشارع يشيلوا حقك. ذي الحصل كله، والناس كلها كل الناس مشتركين برضاعتهم اصلا. البعض وصل إلى شوشة منذ وقت قصير. رانيا سودانية وصلت مع عائلتها إلى المخيم قبل أسابيع بعد أن احتجزهم الثوار 18 يوماً على الحدود التونسية. يعيشون في ليبيا منذ 9 أعوام، اليوم يصعب عليهم البقاء، ويبدو أنه كتب عليهم البقاء في الحجز في هذا المخيم. الوضع سيء للغاية، لأن أبناء بنغازي يعتبرون الجالية السوداء عدوهم الأول، لأن القذافي كان يحب السود، واليوم يشعرون أننا جميعا أعداء، لأننا عندما نبقى عندما لما خالو لما قعدنا في المعبر كانوا التوار منعوا عنا الطعام اللي كان يجينا من تونس، وكان بيضرب، وقبل ما احنا نجوا كان يضرب في الأفارقة اللي موجودين في المعبر، الناس اللي قبلنا كانوا عالقين في المعبر. ف وافقت عدة دول أوروبية على استقبال عدد من لاجئي مخيم شوشة، مستقبل البقية غامض كمستقبل ليبيا الذي ما زال أمامه الكثير من التحديات.